بونجور، انا اللبنانيه اللي ضجت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من امبارح لليوم بالفيديو تبعي اللي هو اساسا منشور من 3 ايام مش من امبارح، انتشر عندي على صفحتي مش بابليك او مش عام للكل يشوفه، كان بين 25 فريند. انا عندي على صفحتي في 25 شخص، شخص من هال 25 اخذ الفيديو بطريقة ما هو انعرف، انا عرفته وان شاء الله حياخد حسابه بس مش مني قضائيا، اخذ هيدا الفيديو ونشره لانه يمكن انا كلامي اجى على الوتر الحساس مثل ما بيقولوا وضايقه، لانه هو يمكن متحرش بالاصل وهو يمكن من الفئة الوسخة اللي انا شتمتها. المصريين عم يهاجموني كلهم بألفاظ أوسخ من اللي أنا قلته، حقكم تزعلوا، أنا لو حدا شتم بلدي أو شعبي وكان شعب لبنان غلطان أو فئة من اللبنانية غلطان أنا ما رح أزعل لأنه حقه بالنهاية، هيدا سايح جاي ينبسط مش مفروض يشوف الأشياء السيئة أو السلبيات بالبلد. القصة وما فيها، أنا حصل لي موقف ومواقف عدة كتير من بداية ما جيت على مصر أول مرة لحد هلأ، المواقف حكيتها بطريقة انفعالية، حكيتها بتعصيب، بشتايم نابية، كلمات نابية، بس أنا ما قصدت 100 مليون، أنا ما قصدت الشعب المصري كله، ولا شتمت سياسي ولا حكيت سياسي، أنتوا بتحبوا بس تكبروا الأمور. أنا كان طريقة كلامي النص اللهجة كانت لبنانية والنص مصرية، يمكن اللبناني انفهم غلط لأنه التعبير خاني، واللي قصدته فئة معينة من المجتمع بمصر اللي موجود منه بكل البلاد، بس ببلدنا إذا أنتوا عم تشتموا بلدي لبنان، ببلدنا إذا كان في وسيخة في وسيخة بس أقل نسبة، فهي نسبية صارت. أنا بعتذر للناس اللي زعلت اللي هي أصلاً محترمة ودخلت كلمتني بأسلوب راقي ومحترم واعتذرت نيابة عن الأشخاص اللي قاموا بأفعال مش كويسة معي بالشارع المصري أو بالأماكن اللي بدخلها بمصر، فأنا بقدم اعتذاري ليكو، واللي بيقول مدفوع لي عشان أطلع أتكلم أنا لحد دفع لي ولا باخد من حدا شيء، يعني كمان شوية هتعملوني جهة مش عارف ايه، فأكيد ما حدش دفع لي، انا اللي عم بدفع صراحة. وانا بس عايزة اقول لكم ان انا من صغري بحب مصر، وصحابي اللي عندي اللي بقالهم سنين، بقالي اكتر من 7-8 سنين انا وهم اصحاب على فيسبوك وعلى حاجات تانية، يعرفوا قد ايه انا بحب مصر، وكان زمان اي حد بيشتم او بيغلط في اي مصري قدامي كنت يعني مش عايزة اقول اللفظ اللي انتوا بتقولوه ده، بس كنت يعني بسيح له، فاللي هو انا ما كنتش برضه اي كلمة تتقال على مصري او على مصر بالذات من اي بني ادم ان كان جنسيته، لاني من صغري معرفش ايه سر حبي للبلد دي، لانه لو ما بحبهاش او لو انا فعلا جوايا كره او حقد زي ما بتقولوا او حاجات وحشة ناحية البلد دي ما كنتش جيتها مرة واثنين وثلاثة واربعة وباجي بحماس، اللي هو انا لو اتأخرت سفريتي على مصر بعيط. انا بحب المصريين قوي وصحابي ليهم مواقف، عندي صحاب من مصر ليهم مواقف حلوة جدا وقدر الف خيرهم، زي ما انا كنت ليا مواقف حلوة معاهم بلبنان هم برضو ليهم مواقف حلوة معايا في مصر. انا ارجع واقول تاني، انا شتمت فئة معينة من المجتمع المصري، ما شتمتش المصريين، وقلت عن فئة معينة من الستات ومن الرجالة، لأنه أنا بتعرض لمواقف وحشة من الستات ومن الرجالة. لا تقولوا لي على إيه ولا على جمالك ولا على، مش هخش في التفاصيل دي لأن كل واحد بيشوف نفسه حلو، فدي قصة تانية بقى. الناس اللي بتقولي بتتكلمي سياسة، أنا ما تكلمتش سياسة، القصد كان من كلامي مش انتوا يا مصريين اللي بتشتموني وبتغلطوا فيا واللي بتتعرضوا لي بحاجات وحشة
زي ما بسمعكم بالشارع بتقولوا انه فلان ظلمنا وفلان بيغلي علينا، انا قلت ما دام هو كده ربنا يبعت لكم حد يظلمكم اكتر. ده اللي قلته ببساطة، انا ما قصدتش اي حاجة خالص، ولا ليا في المواضيع دي ولا بتاعة الجو ده. وحاجة تانية، لما الناس بتقولي انتي بتشتمي شعب مصر، نحنا باللبناني لما بنتعصب من حد او بنتريق على حاجة او على شخص او فئة معينة، بنقول باللفظ بالحرف، بنقول لك ملا شعب، يعني شوف ملا، شوف ايه الفئة دي بالمعنى ده. انتوا خدتوا كلمة شعب، يعني انا اقصد الشعب كله. انا يعني من وين حعرف انا 100 مليون؟ انا جاي سياحة كم شهر، انا بيجي بقعد شهرين ثلاثة بمصر، كل مرة بتفسح ليا اصحاب هنا، بشوفهم بقابلهم، بنخرج بنروح بنيجي. بعدين اللي بيهدد بعناويني، انت بتهدد انت على اساس ايه؟ يعني انت اولا انا عناويني مش عنوان واحد، ثانيا مش هتقدر تعمل اي حاجة، لانه كل واحد بياخد حقه بالقانون. وكده كده انا عملت بلاغات، و يعني الحكاية وصلت للناس اللي مفروض توصل لهم، بقت مسؤوليتهم، وانا خلاص كده اللي عليا عملته. فاعتذاري هو بس للناس او للمجتمع المصري النظيف. الناس اللي دخلت شتمتني وغلطت فيا دي، انا ما بعتذرش للفئة دي، لانه انتوا يا ريت بس مصر تنضف بس من الحتة الصغيرة دي، والبلد هتبقى بألف خير. هي أصلا بألف خير، وهي كويسة من زمان، وكل الشعوب العربية بتحب مصر، وأنا بحب مصر. بس للأسف في بكل مكان فيه الحلو وفيه الوحش، بس أتمنى الوحش ده يختفي من مصر، لأنه بقى بيطلع بشكل مش لطيف. فبس كده، و رمضان كريم. بس سؤال صغير قبل ما اقفل، اللي بيشتمني قبل الفطار، طب ما انت كده يعني انت بتغلط فيا وبتقول انا كافرة واللي بيكفرني واللي واللي واللي، طب ما انت بتعمل ايه؟ ما انت يعني اذا كان يا اخي انا كافرة وشتمت برمضان وخدت سيئات، انت بتعمل زي ليه؟ مش انت مؤمن؟ بس كده. يسعد صباحكم.